كل شيء ما عدا أقصى اليسار في الحكم، ردد همساً وعلناً معظم الذين تشاور معهم الرئيس تمهيداً لتشكيل حكومة. استخدم جون لوك ميلانشون دهاءه السياسي لإحراج ماكرون وكل القوى التي رفضت إشراك أقصى اليسار، فلمح ميلانشون فجأة إلى احتمال الموافقة على عدم توزير أي شخصية من حزبه فرنسا العصية مقابل تشكيل حكومة من أحزاب اليسار الأخرى الاشتراكي والشيوعي والبيئة. وهنا تعاقب أقطاب من يمين الوسط وأقصى اليمين على القول إن المشكلة تكمن في كل اليسار وبكل أحزابه في برنامجه الاقتصادي وتساهله في مجالي الأمن والهجرة. مارين لوبان زعيمة أقصى اليمين حملت من جهتها ماكرون بعد لقائها به في الإليزي مسؤولية ما أسمته الفوضى التي تعيشها فرنسا. الرئيس يتهم المعارضين له بهدر الوقت، وهم يتهمونه بكسب الوقت لإقصاء الجميع وتشكيل تحالف مخالف للطبيعة يكون عبارة عن تحالف أقليات برلمانية. وهنا تهمس أوساط الرئيس مذكرة بأن البرلمان الحالي هو بالفعل تجمع أقليات، وبأن الغالبية العددية نيابيا لا تحكم إلا إذا كانت مطلقة، أما الغالبية النسبية كتلك التي حصل عليها اليسار فهي ليست فوزاً بل مجرد تصدر للنتائج لا يعطي للمتصدرين مفاتيح الحكم. وهكذا يستمر الفراغ الحكومي ويتعمق، وهو الأطول زمنياً في فرنسا منذ 66 عاماً.